الفحص بالموجات فوق الصوتية الآن أصبح فحص روتيني لجميع الأمهات الحوامل. كل امرأة حامل يجب أن تجري هذا الفحص على الأقل مرة واحدة في منتصف الحمل لاكتشاف المشاكل عند الجنين وتشخيص العيوب الخلقية عند الجنين، ومن أهم هذه العيوب الخلقية هو مشاكل تشوهات القلب. تشوهات القلب هي أكثر مشاكل التشوهات عند الأطفال بشكل عام، وهذه المشاكل يمكن اكتشافها بإجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية أثناء الحمل. هذا الاكتشاف ليس بالسهل ويحتاج إلى خبرة من الفنيين ويحتاج إلى تدريب خاص، وهذا هو سبب إقامة مثل هذا المؤتمر الذي نحضره اليوم لإثراء المعلومات ولإطلاع العاملين في هذا المجال عن أحدث التطورات في مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية. بالنسبة للقاء السنوي المستجدات للفحص بالموجات فوق الصوتية هو اللقاء الخامس، بنحاول في هذا اليوم أنه إحنا نغطي مستجدات التصوير في مجالات مختلفة في الطب، منها التصوير في النساء والحوامل والتصوير الموجات فوق الصوتية للأطفال والتخصصات الجديدة وخاصة لتصوير العمود الفقري للطفل، المستجدات كمان في التصوير بالنسبة لأمراض الجهاز العضلي الهيكل وبسرعة إنجاز التقارير الطبية. التصوير بالموجات فوق الصوتية كمان اليوم حيكون في عندنا بالنسبة لتعرفة الموجودين وخاصة الخصين الأشعة، وهذا يعني بالمستجدات عندنا التركيز على أهمية الأشعة الصوتية، الأشعة بشكل عام، أهمية التصوير بالموجات فوق الصوتية، هل هي آمنة أو غير آمنة، عن التغيرات الحيوية خلال الاستخدام، عن الأخلاقيات العمل الموجهة والمفروضة بالنسبة لأخصائيين الأشعة مع المرضى، مع الأطباء، مع الجهاز الطبي بشكل عام. بصراحة يعني تطور الطب والمجالات الطبية مستمرة، ووزارة الحرس الوطني حريصة على احتضان مثل هذه التطورات، وهذا يوم كامل للتصوير بالأشعة الفوق صوتية، وهذا تطور كبير في مجالات الطب عموما، سواء طب الأطفال أو طب الكبار، فشيء يبعث على الفخر والحماس، ودائما هناك تجدد في العلم، ونحظى بالاستفادة من هذا اليوم إن شاء الله.